قالت الممثلة ومقدمة البرامج أمل صقر أن من بين العوامل التي تخلق المشاكل بين الأزواج هو العامل الجنسي والمشاكل الجنسية التي تسبب معاناة للطرفين معا. وأوردت صقر في تعليق لها على خاصية ستوري بحسابها الشخصي على انستغرام أن هذه المشاكل الجنسية يمكن الشريك اللي ما كيتكلمش عليها وهي التي تكون معاناة حقيقية في صمت. وتداولت صفحات ستوري صقر مرجحة أن هذه الأخيرة تشير إلى العلاقة التي جمعت بين مسلم وزوجته السابقة والتي انتهت بالطلاق بسبب ما قالت إنها المشاكل الجنسية لا سيما من جهة طليقته. ورفض عدد من متتبعي القضية حديث صقر عن هذا الموضوع لأنه في نهاية المطاف لا يجب تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ولأنه أمر شخصي ولا يمكن التأكد من صحته، كما أن القضية انتهت لصالحها بزواجها من مسلم. وتستعد صقر ومسلم لإحياء حفل عرسهما بعد أن عقد قرانهما قبل أسبوعين بعدما فجرت طليقة مسلم العلاقة التي تجمعهما منذ 5 سنوات متهمة إياهما بالخيانة الزوجية. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.